وباء يدعى الحمى الصفراء خلال القرن الفائت وقع عظيم على سكان كوبا، وازداد الأمر سوءا لأن أحدا لم يكن يعلم عنها شيئا. ساد الهلع الجماعي عندما انتشرت الحمى الصفراء، لأن الأوبئة كانت تحصد ما بين 25 إلى 30% من السكان. اعتقد العديد من الناس أن سبب تفشي الحمى الصفراء يعود إلى الاتصال المباشر مع المصاب أو من خلال شراشف الأسرة المتسخة، ولكن الطبيب الأمريكي الشاب جيسي لازير كان له رأي آخر. بينما كان يدرس هذا المرض الغريب، عظم اقتناعه بنظرية الطبيب الكوبي الأمريكي وغير التقليدي كارلوس فينلي. افترض الطبيب كارلوس فينلي القادم من هافانا عام 1881 أن البعوضة المنزلية هي ناقلة الحمى الصفراء. أجرى فينلي نحو 104 تجارب لمحاولة نقل الحمى الصفراء من مريض إلى آخر بواسطة البعوض، لكن تجاربه باءت بالفشل. اعتقد لازير أنه يعلم سبب فشل تجارب فينلي، وأن الجراثيم الناقلة للحمى الصفراء يجب أن تمكث فترة معينة داخل البعوضة قبل أن تصبح معدية، وأن كارلوس فينلي فشل في تجاربه لأنه كان يحاول أن ينقل العدوى إلى المتطوعين بوقت مبكر. أدرك لازير أن عليه إعادة التجارب على البعوض، ولكن يجب أن ينتظر فترة 10 أيام تقريبا لكي يحتضن البعوض الفيروس قبل أن ينقله إلى متطوع آخر. كان لازير بحاجة إلى متطوع جديد، ولكن كيف له أن يسأل أحدا ليقوم بالمهمة؟ أصبح جيسي لازير على حافة الموت بعد أيام قليلة من تعرضه للدغة. كان يضحي بحياته لإنقاذ عدد لا يحصى من الناس. أصبح الآن متأكدا أن البعوض هو ناقل للحمى. شن الجيش الأمريكي حملة واسعة على الحشرات المميتة، وعمد إلى تجفيف المستنقعات وردم البرك ورش المبيدات، إلى أن أصبحت كوبا خالية من هذا المرض خلال 7 أشهر فقط. لم تكن الحمى الصفراء معروفة في كوبا، ولا بد من أن يكون قد نقلها أحد الركاب المصابين بها أو حتى بعوضة قادمة من أمريكا الجنوبية حيث تنتشر الحمى بكثرة. كانت الأوبئة تنتقل في الهواء منذ قرون عدة، أما الآن وفي عصر الطيران فقد أصبحت البعوضة الناقلة للمرض قادرة على الانتقال إلى أي مكان. ربما